صباح الخير عليكم، ورجعنا لكم مرة تانية بعناوين القاهرة صباح اليوم. صباح الخير، برحب ضيفي في الاستوديو أستاذ خالد طلعت الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور وكل عليك. كل سنة وأنت بألف خير. كل سنة وأنت طيبة. أكيد طبعا كلنا عيادنا طبعا كل سنة وأنت طيبة، ونسأل المشاهدين بخير يا رب، وإن شاء الله تكون أيامنا كلها أعياد يا رب. وشوارع رجت زحمة تاني للأسف، يعني كنا مستمتعين بالقاهرة وهي فاضية الحقيقة. هي من لغاية امبارح في العيد كانت معظم الناس كانت مسافرة طبعا، فالشوارع كانت فعلا فاضية جدا، كان شيء رائع عظيم. لكن يعني للأسف بقى خلاص هرجع للزحمة. فالمفروض يخلوا يعني دون أعياد كتير فما نعانيش زي ما بنعاني يوميا. طيب خلينا نبتدي بعناوين صحافة اليوم. والخبر الأول، لقاء كلينتون والسيسي سيقدم مؤشرا لسياساتها الخارجية في الشرق الأوسط. ايه تعليقك على الخبر ده استاذ خالد؟ اكيد طبعا انا شايف ان هو خبر مهم جدا وايجابي. يمكن انا شايف ان هو بيبرز مكانه مصر يمكن في الميدل ايست او في الشرق الاوسط كله، في افريقيا. يمكن هيلاري كلينتون المرشحه الديمقراطيه لرئاسه امريكا طلبت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء طبعا على هامش جلسه الامم المتحده اللي هتبتدي من يوم الاثنين المقبل. يمكن الرئيس السيسي ان شاء الله هيسافر يوم الاحد عشان يحضر الجلسه، فيمكن هم بيستغلوا سواء هيلاري كلينتون او دونالد ترامب المرشح الاخر، يمكن بيستغلوا جلسه الامم المتحده واقامتها في امريكا بحيث ان هم يلتقوا بكبار قاده الدول لتلقي طبعا الدعم والمسانده من دول كبيره بحجم مصر. فاعتقد ده شيء ايجابي جدا. هيلاري كلينتون طلبت لقاء الرئيس السيسي، وده بيبين مدى مكانه مصر يمكن في قاره افريقيا وفي الوطن العربي، وان هي ليها حجم كبير جدا وليها ثقل. فعشان كده هي فعلا اهتمت، يمكن اختارت يمكن اثنين او ثلاث رؤساء بس اللي هي قررت ان هي تجلس معاهم وتتكلم معاهم في حته الانتخابات، من ضمنهم طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبقول لك ده طبعا خبر ايجابي جدا وشيء طب رائع. هل احنا يعني هل ده دلاله على تغيير للسياسات، ولا السياسات هي واحده ما تطبق الان وما ستطبق لاحقا؟ هل احنا منتظرين هذا اللقاء علشان نستشف منه سياسة امريكا في المنطقة، ولا ده واضح؟ اكيد طبعا لا، ممكن تتغير السياسات وتتغير حسب الرئيس كمان. يعني انا اعتقد لو هيلاري كلينتون فازت هيكون الوضع مختلف عن دونالد ترامب. طبعا ترامب يمكن تصريحاته ضد الإسلام تحديدا وضد المسلمين كانت سيئة ومسيئة للغاية. تصريحاته كمان تجاه الوطن العربي بالكامل ما كانتش برضو. طب إلى أي مدى إلى أي مدى ممكن تتغير سياسة كلينتون عن سياسة الوضع الراهن في ظل حكم أوباما؟ لا، ما يمكن على الوضع الراهن ممكن تكون قريبه شويه. يعني انا شايف ان دونالد ترامب هو اللي ممكن يكون يعني يتغير للاسوء. يعني يتغير للاسوء. يعني اعتقد هيلاري كلينتون مع اوباما الوضع هيكون مقارب، ممكن يكون اختلافات بسيطه لكن مش هيكون اختلاف يعني جذري. لكن دونالد ترامب هو اللي ممكن يكون اختلاف جذري سلبي جدا للاسوء للوطن العربي وللاسلام كمان. فانا عشان كده يعني نتمنى طبعا كلنا كمصريين وكعرب وكمسلمين هيلاري كلينتون تكون هي اللي تفوز في الانتخابات، لان الوضع هيكون افضل لينا في الوطن العربي. دونالد ترامب لو فاز هتكون ازمه كبيره جدا، لان تصريحاته باديه من الاول كده تصريحات ساخنه جدا ومثيره. طب وهل مصر حضرت للسيناريوهين؟ اعتقد لسه لا، يعني لسه ما خدناش خطوات يعني عشان نتكلم برضه بصراحه. متاخرين شويه اكيد يعني، بس انا يعني نتمنى بقى ان يكون مصر ليها دور، وده اللي انا عايز اتكلم فيه، ان الرئيس السيسي يكون ليه دور في دعم هيلاري كلينتون. ده اعتقد ده شيء ايجابي ومهم دلوقتي. يعني مش لازم حتى نتوقع سيناريوهين، لكن لازم ان احنا ندعم سيناريو منهم لانه فعلا هيكون الاصلح. بس ايه اليات دعم مصر لكلينتون؟ لا طبعا اليات كتيره طبعا، من خلال الاعلام، من خلال الرئيس السيسي نفسه ان هو يتكلم. يمكن في الجلسه اللي هتحصل دي برضو اعتقد ممكن يكون ليه دور كبير جدا في التصريحات اللي هتصدر لوسائل الاعلام. اعتقد يعني زي ما قلت لك مصر ليها مكانه كبيره جدا، الرئيس السيسي باعتباره رئيس مصر ليه مكانه كبيره. اي تصريحات هتصدر منه هتكون مؤثره، يعني هتؤثر بالايجاب. عايز اقول لك على كل الناس المتواجده حتى في امريكا، على الجاليه العربيه الموجوده هناك، الجاليه المصريه بصفه خاصه. فبالتالي هيدي دعم كبير لاحد المرشحين. فعشان كده انا شايف ان احنا لازم يعني نبين مسانده لهيلاري كلينتون في الفتره اللي جايه، لان ترامب بقول لك ممكن يكون مشكله كبيره جدا لو نجح. تفتكر هيلاري كلينتون هتبقى خطوه، يعني هتبقى خطوه في تغيير شكل الشرق الاوسط او بدايه هذا السيناريو؟ لانه احنا شايفين الخريطه دلوقتي قد ايه متلخبطه وفيها بدايات تغيير. هيلاري كلينتون حاطه ده على جدولها ازاي بتبص للشرق الاوسط؟ اكيد هي واضح ان هي برضو حاطه الشرق الاوسط ضمن اهتماماتها، وده اللي خلاها زي ما بقول لك يعني هي اختارت يمكن رئيس اوكرانيا ورئيس مصر، هما الاثنين دول اللي رسميا اتكلمت ان هي هتقابلهم. يمكن رئيس اوكرانيا طبعا بسبب الازمه اللي حصلت مع روسيا واضح ان هي بتقدم دعم لدوله اوكرانيا، ويمكن يعني برضو رساله كده الى روسيا ان هي الازمه اللي حصلت اخيرا مع اوكرانيا تكون برضو دي رساله ليهم ضمنيه. رئيس مصر بقول لك ده واضح ان هي هيكون ليها اهتمام بالشرق الاوسط، اهتمام بمنطقه الوطن العربي بالظبط. هيكون ليها شيء مهم جدا. وطبعا رئيس السيسي باعتباره رئيس اكبر
اكبر دوله في المنطقه، اكبر دوله مساحه، اكبر دوله في التاريخ يمكن في عدد السكان، فعشان كده التواجد معاها كان مهم جدا، وعشان كده هي فضلت انها تلتقي بيه. ونتمنى بقى ان يكون اللقاء ده يعني ان شاء الله مثمر الاسبوع الجاي باذن الله. طيب على في الناحيه الثانيه، حمله المرشح الجمهوري نسعى لعقد لقاء بين السيسي وترامب في نيويورك. مظبوط، دي الناحيه الثانيه. مظبوط، هي فعلا صدرت بقى التصريحات دي. عشان كده بسال حضرتك، هل عندنا سيناريوهين؟ هل عندنا لغه خطاب مختلفه؟ المفروض ان هو يكون فيه، يعني المفروض ان انا يعني اتمنى يكون موجود كده. وانا من هنا من خلال البرنامج انا بناشد الرئيس السيسي، انا بتمنى ان هو يرفض ان هو يقعد مع دونالد ترامب بسبب تصريحاته السابقه الكثيره جدا، تصريحاته المسيئه للوطن العربي، تصريحاته المسيئه للاسلام، يمكن حتى كان احد تصريحاته. بس هل تم، هل نملك شجاعه هذا القرار في حال اذا جه ترامب؟ لا، احنا نملكه يعني، خلينا نتكلم بصراحه، احنا نملكه دلوقتي. هو دلوقتي لسه الاثنين مرشحين، فهو قادر الرئيس السيسي قادر ان هو يقول لا مش هقعد مع المرشح ده وهقعد مع المرشح الثاني. ماذا عن القادم؟ الله يعني، الله اعلم. لكن وخطأ. طبعا لو فاز ترامب ممكن تكون مشكله، لكن بقول لك نتمنى. هو قرار جريء، ودايما يعني بيبقى فيه ريسك او مخاطره، لكن هو قرار جريء بيبين ان هو ان احنا بنساند الطرف الاخر، بنساند هيلاري كلينتون، ان احنا ضد ترامب. اعتقد ده ممكن يكون قرار ايجابي ويدي قوه ودعم لهيلاري. مشكله بقول لك كبيره جدا لو ترامب فاز، لان احد تصريحاته قبل كده قال ان هو هيمنع المسلمين ان هم يتواجدوا في امريكا، وهيمنعهم ان هم يحصلوا على تاشيره امريكا. طبعا ده تصريح غريب جدا، ويمكن مش متعودين من واحد مرشح للرئاسه بيقول مثل هذه التصريحات، وبيهاجم شريحه كبيره جدا من المسلمين في جميع انحاء العالم. فعشان كده هو زي ما انت قلت فعلا بدات الحمله. يمكن دكتور وليد فارس مستشار حمله ترامب بعد تصريحات هيلاري كلينتون ان هي عايزه تلتقي بالسيسي، بدا بقى الطرف الاخر ان هو قال ان دونالد ترامب كمان مهتم بلقاء الرئيس السيسي، وعايز يقعد معاه برضه في فتره متواجده في امريكا في جلسه الامم المتحده، وقال ان دونالد ترامب مهتم برضه بالوطن العربي وبالشرق الاوسط وبالقضايا الموجوده هناك، وعايز يقعد مع الرئيس السيسي عشان يتكلم معاه في المشاكل دي. هل ده يمثل عبء على الدبلوماسية المصرية، أو مش عبء، خلينا يعني واجب على الدبلوماسية المصرية في حال إذا حدث هذا اللقاء، إذا حدث أنه يبقى فيه لغة خطاب مختلفة تمثل وجهة نظر مصر في دعم كلينتون، وما تفسدش علاقات بترامب إذا ده في المستقبل هيكون مفيد؟ طبعا، هي الناحية الدبلوماسية بقى عليها دور كبير. يعني هو حتى لو الرئيس السيسي يعني قبل ان هو يقعد معاه، لازم برضه يتكلم في الحته دي، لازم يكلمه ان هو في تصريحات خرجت منه قبل كده اساءت للاسلام واساءت للمسلمين، وان التصريحات دي يمكن اغضبت قطاع عريض جدا من الناس في الوطن العربي وفي مصر بصفه خاصه. لازم الرساله دي توصل له وتكون فعلا ان هو يعني يفهمها. ممكن وارد ان هو يعتذر عن هذه التصريحات، وارد ان هو يغير فكره الفتره الجايه، لان هو بقول لك واضح ان هو بادئ بدايه سخينه جدا، تصريحات كلها مثيره للجدل، عامل قلق كبير جدا. وللاسف الشديد برضه يعني ده بيقلقني شويه في بعض، يعني في امريكا تحديدا ممكن التصريحات دي للاسف ساعات بتجيب نتيجة. يعني ممكن التصريحات الهجومية أو العدائية على الإسلام وعلى المسلمين ممكن تجيب مع نتيجة، ونلاقيها يعني طبعا في ظل أصوات كبيرة جدا. ظل الإرهاب اللي حاصل وتصدير الإرهاب لكل الدول الأوروبية. الصورة واصلة غلط، يعني الصورة واصلة غلط إن الإرهاب ده هو اللي بيعمله المسلمين، وربطوا كلمة الإرهاب بكلمة إسلام، وده طبعا شيء خاطئ تماما. فلازم الصورة توضح. مسؤولين عن الصورة، تفتكر ان احنا مسؤولين بشكل او باخر عن تصدير هذه الصوره؟ ما اعتقدش، لا. يمكن الصوره يمكن بقى لها سنوات طويله موجوده، وللاسف يعني صدرت من بعض الجماعات الاسلاميه المتشدده. ما اعتقدش ان احنا، هل احنا عملنا على تغييرها؟ ما عملناش بشكل قوي، يعني برضو عندنا قصور في الاعلام تحديدا في الحته دي. يمكن ده ضرور الاعلام في المقام الاول، وقدور الدبلوماسيه برضو والوزير الخارجيه، فدي نقطه مهمه جدا لازم نوضحها. بقول لك تواجد الرئيس السيسي في امريكا في الفتره دي تحديدا مهم جدا قبل الانتخابات. يمكن الانتخابات هتكون 6 نوفمبر تقريبا، فبنتكلم اقل من شهرين، خلاص الامور بقت قريبه جدا، والحملتين بداوا منافسه قويه جدا ما بينهم. فعشان كده التوقيت ده مهم جدا في جلسه الامم المتحده، كل وسائل الاعلام اللي في العالم كلها هتكون موجوده، فده دور مهم للرئيس السيسي. تصريحاته هتكون محسوبة بشكل كبير جدا، لازم يتكلم في النقاط دي، ولازم يشير إلى تصريحات ترامب اللي هي المسيئة للإسلام، إن دي أغضبت ناس كتير جدا. ممكن وارد جدا ترامب يغير من تصريحاته الفترة الجاية، وارد يغير من وجهة نظره، وارد إن هو يعتذر حتى عن التصريحات دي، يكون شيء إيجابي جدا. فدي نقطة مهمة. لو مش كده يبقى زي ما قلت لك هيلاري كلينتون هي الخيار الأفضل لمصر والوطن العربي. برضو نرجع للدبلوماسية المصرية في تصدير صورة الرئيس بالشكل اللي احنا نرغبه، وخاصة بعد الحملة اللي حصلت على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت في الموقف بتاع أوباما. تمام. تفتكر هل حضرنا لده؟ هل الدبلوماسية المصرية حضرت لده في خطاب محدد، شكل محدد، بروتوكول يعني شديد الصرامة؟
المفترض طبعا ان هم يكونوا حضروا، لان خلاص بقول لك يعني المؤتمر يوم الاثنين المقبل، وهو هيسافر يوم الاحد بعد بكره، فاكيد يكون لازم يكون هل في رد فعل في كواليس الدبلوماسيه المصريه والرئاسه؟ لا لسه لغايه دلوقتي ما فيش حوالين اللي حصل في السوشيال ميديا. لا لغايه دلوقتي ما فيش حاجه، ما فيش رد فعل رسمي طبعا صدر منهم، لكن انا شايف برضو الدعوتين بتوع هيلاري كلينتون وبتوع دونالد ترامب للقاء الرئيس السيسي، اعتقد دول شيء ايجابي، وبيبين ان يمكن الحملات اللي اتعملت ما اثمرتش خالص على النتيجه، ما اثرتش على النتيجه، فبالتالي هم الاثنين فعلا حاسين بقدره مصر وبقدره الرئيس السيسي، وطلبوا ان هم يجلسوا معاه لاهميه الامر، فده شيء ايجابي، وبيبين ان كل الحملات اللي فاتت دي ما كانش ليها اي تاثير سلبي عليه. الخبر الثالث برضو عن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في وضع صحي ممتاز، ده جاي عقب الوعكة الصحية اللي اصابت هيلاري كلينتون، وبالتالي هم اخذوها ادفانتج لدونالد ترامب. مظبوط فعلا، يمكن هيلاري كلينتون تعرضت لوعكة صحية يمكن من الفترة اللي فاتت وأثرت عليها بشكل كبير جدا، وبدأت بقى كمان الإشاعات تنتشر، يعني بعض وسائل الإعلام ويمكن المساندة لترامب بدأت تقول إن هي توفت كلينيكيا وإن هي حصل أزمة كبيرة جدا، لكن طبعا تم نفي هذه الأخبار تماما، وتكلموا إن برضه حتى بدأ بقى يتكلموا في عامل السن، أنت عارفة الحملات الانتخابية بقى بيكون فيها يعني انتخابات تحديدا زي ما بنقول ديرتي جيم أو بتكون لعبة قذرة، فبالتالي بدأوا يشككوا، قالوا لا ده هي حتى عامل السن، يمكن ترامب أكبر في السن، يمكن ترامب 70 سنة هي 69 سنة وفرق سنة واحدة ما بينهم، وبدأ يقولوا إن هو كمان عنده مشاكل صحيه كبيره جدا، عشان كده خرج تقرير طبي من بالظبط المستشار الطبي بتاعه قال لا ان هو سليم تماما، وان هيلاري كلينتون هي اللي كان عندها وعكه صحيه، فيمكن بدات بقى تبادل الاتهامات ما بينهم في الحته دي تحديدا، لانها بتقلق الناس، يمكن بقول لك الاثنين سنهم كبير، فالناس بقى بتقلق، المفروض فتره رئاسه 4 سنين، فبالتالي ممكن تؤثر عليهم اي وعكات صحيه في المستقبل، فبداوا يلعبوا ويضغطوا على النقطه دي بشكل كبير جدا الطرفين، سواء حمله ترامب او حمله كلينتون. طيب ننتقل بقى للشأن المحلي، ونائب السويس يطالب الحكومة بالتدخل لضبط أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة. اشمعنى الهواتف المحمولة تحديدا؟ يعني كل حاجة غليت. بس يمكن دي أزمة كبيرة جدا برضو الفترة الأخيرة، لأن فعلا يعني هي خلاص يعني كل الناس في مصر يعني نتكلم 90 مليون كلهم بيستخدموا الهاتف المحمول. خليني بس أسألك، إذا كان هو ده تلاعب من التجار ولا نتيجة إضافة أي أو إشاعة عن القيمة المضافة يعني فطبقت؟ لا قبل بالظبط، هي قانون القيمة المضافة طبعا أو ضريبة القيمة المضافة خلاص هتطبق على، من ضمن الحاجات اللي هتطبق عليها هي المفروض الاتصالات. انه من الشهر الجاي بالظبط، هي لسه لم تطبق، يعني لم تطبق بعد لا بصفة رسمية لسه لم تطبق، لكن المفروض الزيادات هتكون كبيرة جدا، ممكن تصل إلى 20% على كروت الشحن، وطبعا كمان مش هتكون 20% على كروت الشحن. يعني هي لا خليني أفهم بقى، لأن القيمة المضافة دي رغز، القيمة المضافة المفروض إنها بديل عن ضريبة المبيعات، ضريبة المبيعات كانت 10%، تمام، قالوا إن القيمة المضافة في الآخر 13% وصلوا ليها في الآخر. هل في استثناءات تصل الى 20% قيمه مضافه؟ بيقولوا في الاتصالات تحديدا بالرقم اللي هو المكتوب كان المفروض ان هو يوصل 20%. اذا القيمه المضافه مش رقم ثابت لكل السلع. بالظبط، لا كل سلعه بتكون مختلفه. 20% ده رقم كبير جدا. بقول لك يعني مثلا كارت الشحن 100 جنيه ممكن يوصل 120 جنيه، فبالتالي هيكون رقم كبير جدا، ضخم، قفزه كبيره يعني. بالظبط، وللاسف بقى زي ما انت قلتي، هو بداوا التجار دلوقتي بقى يعني الجشع التجار ان هم بداوا يزودوا الاسعار، يزودوا يعني ما يبيعوش دلوقتي ويخزنوا على اعتبار انه فعلا بدا تروح، يعني في نقص كبير جدا في كروت الشحن، في ناس كتير بتروح تشتري مش بتلاقي بسبب التجار مخبيينها لغايه ما تغلى، وفي تجار تانيين بداوا بقى يعلوا السعر، ما وصلوش 20% لكن بدات ارتفاع باسعار الكروت من 5-7% بالظبط، عشان هو حاسس ان خلاص الناس فعلا الكروت الشحن هتزيد. وكمان عايز اقول برضو نقطه مهمه، مش هيكون على كروت الشحن بس، هيكون حتى على المكالمات العاديه، يعني لو حد الفاتوره حتى الموبايل الفاتوره هتكون برضو في سعر زياده في سعر المكالمات، فبالتالي هتؤثر على كل القطاع، الخطوط والكروت بالظبط، سواء خط او كارت، طبعا دي هتكون مشكله كبيره جدا. يمكن طارق فاروق متولي بقى عضو مجلس النواب عن مدينه السويس هو اللي طلب مناقشه الموضوع ده في مجلس الشعب، واعتقد فعلا ان هو موضوع مهم، زي ما انت قلتي السلع كلها زادت، لكن تحديدا بقى حته الاتصالات دي بقت مهمه لكل الناس، كل الناس دلوقتي مثلا الموبايل بتتكلم فيه، الانترنت يعني الناس تشتكي لبعضها في التليفون تنفس يعني بالظبط، الانترنت حتى عن طريق الموبايل، يعني كل حاجه بقى والانترنت يومي. طبعا هيغلى. طبعا ما هو كل حاجه طبعا كل الخدمات الاتصالات هتغلى، بما فيها خدمات الانترنت. هتكون مشكله كبيره جدا طبعا، في ظل طبعا زي ما انت قلتي ارتفاع الاسعار في كل المجالات، الرواتب ما طبعا ما زادتش بنفس النسبه، يعني الرواتب نسبه زياده تكون قليله جدا، فمش هتغطي الزياده دي، فدي نقطه مهمه جدا، وبدات تثير قلق فعلا عند الناس، في حاجات كتيره زادت لكن الناس مش حاسه بيها، لكن كروت الشحن والاتصالات دي حاجه يوميه كل الناس بتتعامل بيها، كبار صغيرين، يتزامن مع الكهرباء والميه وكذا بالظبط،
فدي أزمة فعلا كبيرة جدا، وبتمنى فعلا مسؤولين التدخل فيها عشان ما يحصلش زيادة كبيرة في سعر كروت الشحن وما تفتكر ما ده تستغلش ممكن كمان يؤدي، الخبرات. احنا بنسمع الفترة دي تحديدا عن انه القادم غير معلوم، الناس مضغوط عليها ازيد من اللازم، الناس عايشة ازاي، تفتكر ده تمام. هل ممكن يؤدي لأي تطور على الأرض من أي نوع؟ والله نتمنى ان هو ما يؤديش لكده يعني، لكن من للاسف يعني الحاله دلوقتي واضح الناس كلها يعني متضايقه بحته الاسعار، هي دي اهم حاجه، واعتقد ده يعني الشغل الاهم للحكومه الموجوده حاليا، ان حته الاسعار دي نقطه مهمه جدا، ودي اكتر نقطه سلبيه بتؤرق الشعب المصري. ده انا بقول لك في الفتره الاخيره يمكن اخر 6 شهور ارتفاع غالي جدا في الاسعار في كل السلع زي ما انت قلتي كل حاجه، وفعلا زيادات مطرده بشكل كبير جدا، حاجات بتزيد 10 و20 و30% في حين المرتبات، وسواء مع المرتبات او المعاشات مش بتزيد بنفس القيمه دي، زيادات يعني بتتراوح 5% 10%، طب فبالتالي أزمة كبيرة تفتكر جدا. تحديد سلع زي السلع الأساسية، غالبا هم قايلين 55 سلعة تمام. مش هيجوا ناحيتها، منها المواد التموينية ومنها المنتجات البترولية، تفتكر ده هيفرمل شوية الإحساس بالارتفاع ولا هينسحب الارتفاع على كل انا ما اعتقدش كل ان ده الفئات؟ هيطبق بصراحه يعني، خلينا نتكلم بصراحه فعلا وبقايا لا ما اعتقدش يعني، كل حاجه بتزيد حتى السلع التموينيه برضو اسعارها بتزيد، الوقود برضو دي نقطه مهمه جدا، واعتقد هتكون برضو نقطه هم أكدوا تأكيد والله يعني تام على أنه ساعات الوقود بياكدوا محطوط برضو الكلام ما بيطلعش صح يعني، عليه، اتمنى يعني الوقود بالذات بقول لك يعني مشكله كبيره جدا، لان تفتكر؟ ارتفاع سعر الوقود تحديدا بيرفع سلع كل الاسعار يعني، كل الاسعار بيبتدي بقى تتكلم ان في نقل من منطقه لمنطقه تانية، فوانس ان هو الوقود ارتفع سعره كل الاسعار طبعا السلع الاخرى بترتفع مباشره بعديه، فدي نقطه مهمه جدا، واعتقد الوقود بالذات شيء مصيري لازم فعلا ان هم يحاولوا هما لو ثبتوا يسيطروا. الأساسيات التموينية ورفعوا البترول هنفضل في نفس الأزمة. طبعا لا، هو البترول هو اهم حاجه بقول لك، وهو اللي بيؤثر على طول في كل السلع الاخرى مباشره يعني، حتى لو ما بيأثرش، حتى لو سلعه مش بتتنقل لمكان لمكان برضو التاجر بيستغل ارتفاع الوقود ويقول لك ده البنزين غالي، فبالتالي احنا بننقل السلعه دي بسعر اغلى، فبالتالي بيعلي سعر السلعه، فدي نقطه مهمه جدا، اعتقد الوقود فعلا شيء يعني مهم بس تفتكر ان ومصيري. هم ممكن يغلوا البنزين في ظل انخفاض سعره عالميا؟ وخاصة الدول، يعني كتير من الدول سعر البنزين عندها بيتراوح صعودا او هبوطا زي الذهب تمام بالظبط، مظبوط. احنا عندنا البنزين ثابت رخص او غلي، وبالتالي هل هم في نيتهم رفع سعر البنزين حقيقي؟ هي المشكلة عندنا طبعا حتة الدعم، وطبعا البنزين حد بسعره الحالي طبعا عليه يعني دعم. هل في تسريبات بانه البنزين ممكن هيغلى؟ طبعا في طبعا تسريبات، تسريبات وتسريبات بقى لها كتير يعني، خلينا نتكلم برضو بصراحة بقى لها يمكن شهور طويلة كل شوية، وبعتقد بيبقوا يعني على وشك ان هم يرفعوا السعر لكن بيأخروا بيخافوا القرار شوية. طبعا هم برضو بيتراجعوا حاسين بغضب الناس طبعا. في الفترة الأخيرة، فأعتقد لكن أنا شايف ان هو إن أجلا أو عاجلا يعني هيرتفع سعر الوقود يمكن خلال الفترة اللي جاية، وده بالتالي هيكون شيء يعني سلبي جدا ومؤشر سلبي على ارتفاع باقي السلع في مصر. طيب نروح للخبر الخامس، حماية المستهلك يطالب بعودة التعامل بالقرش للحد من ارتفاع الأسعار، ده في نفس السياق، تفتكر ده حل؟ لا ده خبر يعني يعني خبر طريف جدا، انا شايفه لا يصح ان هو يصدر من شخص بحجم اللواء عاطف يعقوب طبعا رئيس جهاز حمايه المستهلك، يعني الكلام زي ده ممكن نسمعه من رجل الشارع المصري، ممكن نسمعه من واحد مش فاهم او مش متابع، لكن ان رئيس جهاز حمايه المستهلك اللي هو المفروض في هيفيد ايده بايه يا ندم؟ ما اعتقدش خالص ان يعني المشكله في القرش دلوقتي او عوده القرش حتى هتخفض الاسعار مره تانية، القصه بقت اكبر من كده يعني، الحاجه بتزيد بال 5 جنيه وبال 10 جنيه مش بقرش ولا ب 10 قروش، فالقصه بعيده تماما. يجب طب على بالمناسبه وفي اطار برضو نفس الخبر، شفنا طبعا في السوق واكيد كل الناس لاحظت عوده الجنيه الورق، 50 تمام قرش الورق، مظبوط، ده ايه سببه؟ يعني في تفسيرين للموضوع، اما انه ده ارخص كلفه في الانتاج او انه يرجع قيمه الجنيه الى حد لا، هو التفسير الثاني هو الاقرب ان هو عايزين يرجعوا قيمه الجنيه مره ثانيه، ونفس التصريحات بتتوائم مع تصريحات اللي هو عاطف يعقوب، بس هو عوده شكليه، يعني قيمه الجنيه حددت بتعويم الجنيه او احنا قربنا لا هما بيتكلموا في حته ان ممكن مثلا بعض التجار بتستغل حته ان يعني عدم تواجد الفكه، ممكن حد يشتري حاجه مثلا ب 4 جنيه يقول له ما فيش فكه جنيه، فبالتالي بيدي له حاجه بدلها، او يستغل ان هو ياخد حتى الجنيه ده خالص من غير ما يدي له حاجه بداله، يعني حتى على مستوى شكلي ممكن ياثر بشكل ما يعني. بالظبط ممكن تاثر بعض يعني بشكل غير مباشر بالظبط، ان هو لو في حاجه في حاله توفر العمله اللي هي الفكه سواء جنيه او نص جنيه، دول ممكن تفرق مع المواطنين العاديين ان هو ما يشتري حاجه يقدر
يقدر ان هو ياخد الباقي الفلوس بتاعته، مش حتى يعني التاجر دايما بيستغل يقول له لا ما فيش باقي. فدي نقطه برضو ممكن تؤثر شويه بالايجاب، لكن اعتقد تاثير بسيط جدا. لكن حته بقى عوده القرش والخمس قروش اعتقد ده شيء طريف، يعني لا يصح ان هو يصدر من رجل بحجم رئيس جهاز حمايه المستهلك. لازم ان هو يكون عنده افكار اقوى من كده، يفكر اوت اوف ذا بوكس او خارج الصندوق عشان يطرح فعلا افكار مهمه وبديله لتخفيض سعر السلع، مش ان هو يقول نرجع القرش مره ثانيه. بقول لك ده تصريح غريب جدا وشايفه يعني تصريح كوميدي كمان. طيب ننتقل لشرطة نسائية تواجه التحرش على الكورنيش وكوبري قصر النيل، هل حصل مشكلات العدة؟ بصي حصلت مشكلات بس قليله جدا، يعني انا شايف برضو احنا اتكلمنا في سلبيات كتيره جدا، نتكلم بقى في شيء ايجابي. فعلا اعتقد الشرطه النسائيه كان ليها دور كبير جدا في العيد الكبير ده، في الحد من ظاهره التحرش اللي هي دايما للاسف الشديد بقينا نسمعها كل عيد، وللاسف بقت كلمه العيد مرتبطه بكلمه التحرش، يعني على طول دايركت، يعني الناس تصحى من الصبح اول يوم العيد تدخل على اليوتيوب تدور على فيديوهات التحرش الموجوده. للاسف ده حصل في كتير جدا الفتره اللي فاتت، لكن السنتين اللي فاتوا حصلت ده يعني زادت، بيبقى في زياده مطرده فعلا في وسط البلد، على الكورنيش، في الحدائق العامه برضو، في السينمات زي ما انت قلتي. لكن انا شايف فعلا الشرطه النسائيه السنه دي كان ليها دور كبير جدا في عيد الاضحى في الاربع ايام اللي فاتوا، يعني مشاكل التحرش قلت بشكل كبير جدا، يمكن كانت حالات معدوده قليله جدا، وكانوا بينجحوا في السيطره عليها، وفعلا كانوا متواجدين بشكل كبير، منتشرين الشرطه النسائيه في الحدائق العامه شفناهم بشكل كبير جدا، في اماكن المتنزهات على الكورنيش حتى النيل كانوا متواجدين، السينمات كمان تحديدا زي ما انت قلتي، دايما مداخل السينمات بيكون في زحمه في الاعياد، فبرضه بيحصل احتكاك ما بين الشباب والبنات، كانوا متواجدين على مداخل السينمات وكانوا بيفصلوا ما بينهم. فاعتقد ده شيء ايجابي جدا يحسب للشرطه النسائيه وبنحييهم على كده، ونتمنى الاستمرار بقى، يعني ما يكونش مره طفره وخلاص، لا نتمنى الاستمرار في كل الاعياد بعد كده لحد من ظاهره التحرش اللي هي ظاهره. طيب بسرعه جدا نروح بما ان احنا لسه قدام السينمات، فنروح لفيلم احمد حلمي اللي بيحقق رقم قياسي جديد ثلاث ايام العيد وتخطى رقمه السابق. وفيلم احمد حلمي السنه دي عليه جدل من انه ناس بتقول انه فيلم كويس وكذا، وناس تانية شايفة انه فيلم لا يليق باسم احمد حلمي. تمام. فبين راي الناس وراي النقاد وطبعا انا شخصيا ما اتفرجتش على الفيلم لسه، فما اقدرش احكم على الفيلم، لكن زي ما انت قلت فعلا انا سمعت اراء متضاربه، في بعض الناس ابدت اعجابها بالفيلم وناس تانية ما ابدتش اعجابها، لكن انا شايف ان الارقام يعني ده مؤشر مهم جدا، ودايما انا في لغه الصحافه بتكلم بالارقام بيكون شيء مهم. يعني هو فعلا الفيلم في اول يوم العيد كان حقق وصل 4 مليون، حوالي 4 مليون و200 الف جنيه، ده كان رقم طبعا عالي جدا وحطم الرقمين اللي قبل كده، يمكن الرقم الاساسي هي ناس بتبقى عندها استعداد للدخول وعندها استعداد مسبق للضحك. مظبوط فعلا، يعني فعلا دي نقطه مهمه. القياس هنا بيتهيألي هيبقى صعب شويه. ما هو النقطه اللي انا شايفها ايجابيه بقى ان هو في ثالث يوم العيد حقق رقم اكبر، دي اعتقد ده شيء ايجابي، يعني زي ما انت قلتي فعلا اول يوم العيد دايما ناس كتير بتدخل، لكن كونه يزيد بقى يبقى ثالث يوم العيد اكتر من اول يوم، فده شيء ايجابي لان واضح الناس بتبلغ بعض، يعني الناس اللي بتدخل فيلم بتقول انطباع ايجابي انطباع سلبي عنه، فبالتالي يكون حصل زياده بعد كده في ثالث يوم العيد، وصل تقريبا 4.5 مليون جنيه في يوم واحد، ده رقم طبعا ايجابي جدا، يمكن هو قرب من 15 مليون جنيه او عدى 15 مليون جنيه في اربع ايام، فاعتقد شيء ايجابي جدا. طيب يحسب لاحمد حلمي لانه دايما نروح للرياضه بقى، وخلينا اخر خبر لان الوقت راح مننا. 66 بطل كتبوا اسم مصر في دوره في تاريخ الدوره البارالمبيه، طبعا مبروك، الف الف مبروك لكل الابطال اللي رجعوا بالميداليات. تمام، يمكن ميداليات مهمه جدا للدوره البارالمبيه للبعثة المصرية، 11 ميدالية بالظبط، يمكن ابطال مهمين جدا، ويمكن عملوا اللي هم فشل فيه البعثة الاساسية في اولمبياد ريو دي جانيرو، يمكن احنا رجعنا بثلاث برونزيات فقط بالظبط، كان في احباط مش عارفه ليه، يعني مش عارفه ليه ما عدناش نفسنا منتظرين للاسف الشديد. لكن في الدورة البارالمبية اثبتوا فعلا يمكن ان هم بتحدوا كل الصعاب، وتحدوا يمكن 11 ميدالية مهمة جدا، وصلنا لغاية دلوقتي يمكن ثلاث ميداليات ذهبية، خمس ميداليات فضية، ثلاث ميداليات برونزية، ده انجاز كبير يحصل للأبطال. يمكن خلينا نقول أسميهم سريعا كده، يمكن شريف عثمان، محمد الديب، راندا تاج الدين، فاطمة عمر، رحاب أحمد، شعبان الدسوقي، مصطفى فتح الله، أمل محمود، أماني إبراهيم، عمرو مسعود، ومحمد السيد، عمرو مسعد ومحمد السيد، دول 11 بطل توجوا بميداليات طبعا شرفوا البعثة المصرية، أعتقد إنجاز كبير يحسب لهم. ولازم نبتدي فعلا نشوف بقى القصور فين اللي موجود في البعثة الأساسية اللي هي رجعت بثلاث برونزيات فقط، في حين إن دول تحدوا الصعاب وتحدوا المشاكل اللي عندهم وتحدوا الإعاقات اللي موجودة عندهم، وقدروا يرجعوا ب 11 ميدالية، فشيء إيجابي جدا للبعثة البارالمبية في الأولمبياد. طبعا ألف مبروك لكل الأبطال اللي رجعوا بالميداليات، نحيي ليهم طبعا، إنه ده تحدي مش بس بيتحدوا إعاقتهم، كمان قدروا يحققوا منجز يعني ناس كتير مش قادرين يعملوهم أصحاء. بالخبر ده أظن نقدر يعني نتفائل شوية نبتدي يومنا. أكيد صباح الخير عليكم، بكده نكون استعرضنا
عناوين صحافة القاهرة هذا اليوم. نلتقي بعد الفاصل.